I'm just sitting here. I got time. سلام البنات كديرين دايرين عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال اليوم جبت لكم وصفه زوينه بزاف كتساعد يعني بالناس اللي عندهم في الوجه هذوك البقع السوداء اللي كتكون ناتجه عن ضربات الشمس اثار الحبوب كتبيض الوجه بامتياز في الحقيقه هذه الوصفه رائعه جدا ولكن الا تبعتوها غتعطيكم نتائج غزاله وزوينه بزاف عندنا هنايا الحليب درت هنايا جوج معالق ديال الحليب جوج معالق صغار تاع الحليب عندي نص معلقه صغيره زيت الزيتون نص ملعقه صغيره زيت الزيتون وعندي جوج معالق صغار ديال جل الصبار من بعد غنقول لكم الفوائد ديال هذا الشيء كله شنو الفوائد ديالو جوج معالق صغار زيت جل الصبار عفوا وعندي الفيتامين او او الفيتامين ها الراس تاع المعلقه صغيره واللي عندو الكبسولات يدير كبسوله وحده ديال الفيتامين ا الحليب غبره من اهم الفوائد ديالو هي القدره على الترطيب كيرطب كيغذي طبقات الجلد الداخليه بعمق و البشره من الداخل والخارج وعنده جانب اللي كيعالج به مشكله الجفاف اللي كتكون عند البشره بالنسبه للناس اللي عندهم البشره الجافه خصوصا في فصل الشتاء الشتاء ملي كيكون عندنا الوجه ديالنا ناشف بزاف ويعني عنده استخدامات كثيره جيل الصبار طبعا راه من مرطب من الدرجة الأولى آه وزيت الزيتون غني عن التعريف راه را بال آه تا هو مليان بالفيتامينات وأسميتو هذاك الفيتامين أو تهو هو راه قلت لكم عليه شحال من مرة بأنه مزيان بزاف بزاف أنا كنديرو تحت العين ضد التجاعيد آه المهم هنايا كنخلط المكونات اللي عندي جوج معالق الحليب كنزيد عليهم ملعقتين ديال آه صغار ديال جلد الصبار نص معلقه ديال زيت الزيتون وكنخلط كل شيء في الحقيقه هذا راه كريم ليلي بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوه في الليل ممكن يستعملوه بالنسبه للناس اللي ما, كي يعني ما كيبغوش يديروا اي حاجه يقدروا يديروه في النهار ويخلوه واحد المده حتى كينشف مزيان وكي يا اما يغسلوه الا بغاو يديروا تقشير يقدروا يقشروا غيديروا غير شويه الماء في وجههم ويبداو يقشروا يقشروا حتى يحيد داكشي كله من بعد يغسلوه هو هو اصلا هذا كريم ليلي أه واخا كيضايق شويه كتعرفوا بان الحليب الغبره راه كيتلصق شويه ولكن راه كينشف يعني هذا لا تبعتوه دائما غيجيب لكم نتائج ممتازه هانتوما كي كتشوفوا دابا كنزيد ديك الراس المعلقه زيت زي... زيت لا فيتامين او اه راه هو زيت كنخلط كل شيء هادشي كله كيتخلط كيتجانس مع بعضو واللي كنطبقوه انا غنوريكم دابا في في اليد ومن بعد اللي غنوريكم في في الوجه على هاد الطريقه هذه حتى كيتجانس عندنا هادشي الشيء مزيان اللي كان كنحسوا به يتجانس مزيان اللي كنطبقوه على هذا الكريم الليلي هذا تقدروا ديروه في اي المناطق اللي عندكم فيها السواد يعني راه كيصلح للوجه كيصلح تحت الابط حتى هو مزيان كيحيد السواد للركبه دوك الانتفاخات اللي كتكون عندنا تحت العين حتى هو كيصلح ليها كي سبحان الله كي بها انا ملي درتو حسيت بيه دابا في الفيديو كيجبد الوجه كانك عامله ليفتين كتحسي بالوجه ديالك سبحان الله كيتجبد كي ومن بعد ملي كتسالي كتحسي بواحد الرطوبه في الوجه وفوائد جل الصبار البنات فوائد عنده فوائد كثيره بزاف 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 كيف كافح حب الشباب كيعالج الحروق كيرطب البشره البشر خصوصا البشره الجافه كيخفف من الهالات السوداء اللي تحت العين ومعالج للاكزيما والصدفيه اللي كتكون ومعالج يعني كي كيأخر العلامات تقدم في السن وفي مثلا ملي كي كيكون كي البرد كيكون عندنا دوك لي توعنا او الشفايف تاعنا مقشرين هو كيعالجهم يعني راه استعمالاته كثيره بزاف هذا الجل الصبار هانتوما كي كتشوفوا البنات كي اللي دين كي كيخرجوا رجعت لكم البنات بعد ما وجدتو ومشيت للحمام باش نطبقو على الوجه ديالي المهم طبعا الوجه دايما كيكون كي نظيف ضروري الوجه طبعا غيخصو يكون نقي هنا كندير ليه شويه الماء الورد انا في الحقيقه ما بقيتش كندير الماء الورد بزاف لان نشف ليا وجهي كنديرو مره مره كندوز عليه شويه القطن كيف كتشوفوا معايا من بعد اللي كنبدا نطبق في الكريم الليلي انا في الحقيقه ما درتوش في الليل لان النهار دابا ولكن انا غير باش نوريكم الطريقه كيفاش اللي بغات تديرو في الليل تديرو في الليل وتنعس به تخليه تينشف وتنعس به لان في الحقيقه راه غيعطي نتيجه ممتازه المهم انتم كي كتشوفوا على الوجه ديالي ومن بعد مني كنطبق كل شيء على الوجه كندير حتى تحت العين ضروري من المساج ضروري من المساج تبقاي تت... ت يعني تمصي في الوجه تاعك مزيان حتى كتحسي بداك تغلغل ما تخافوش ديرو تحت العين راه ما كيدير حتى حاجه بالعكس راه كيحيد داك الانتفاخ اللي تحت العين هذا الماسك مشي ماشي ماسك كريم ليلي هذا هو كي ضايق شويه لانه كتعرفوا داك اللي قلت لكم قبيله راه كيلصق شويه هذا الحليب الغبره لكن اللي بغات تجيها نتيجه تخليه خليها هكاك وديرو في الليل تسناه حتى ينشف مزيان وتنعس بيه دير شي مخده فوق ال... فوق فين غتنعس وتنعس هو ملي كينشف اصلا ما كيبقاش صافي ما كيبقاش يبان كتحسي بالوجه ديالك تجبد مزيان واللي كيضايقها كيف قلت لكم يا اما تغسل يا اما دير تقشير تفزك شويه الماء وتبدا دير تقشير لوجهها راه غتحسوا بداك الشيء كل اللي عندكم في الوجه غيخرج على هذه الطريقه هذه من بعد المساج ضروري من المساج اي كريم درتوها ولا اي حاجه كتبقاو تماسيو حتى كتحسوا بها تغلغلات لداخل طبعا هاد الماسكات هادو كيعاونوا ولكن خاصنا ضروري يكونوا عندنا حوايج حاجات اخرين مثلا كريمات كنشروهم من السوق وحاجات اخرين باش نعاونوا بهم الا آه بغيتو نوريكم البنات الكريمات والحاجات اللي كنستعمل انا آه الكريمات اللي كنشريو واللي كنستعمل اللي كنشري من 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 المحلات مرحبا المهم نتوما كتشوفوا كنديروا حتى اليديه هو راه مبيض في الحقيقه هذا راه كيبيض الا تبعتو غيجيب لكم نتيجه رائعه غير اي حاجه خاصنا لها الصبر وصافي وكتحسوا بيه تيشد البشره هاد سميتو خصوصا ملي كينشف كتحسو به كيشد كيشد لكم البشره ديالكم المهم على هذه الطريقه البنات كان كنكمل وكنخليه ينشف لان نورمالمون انا كان كنديرو في الليل ولكن دابا مع النار ما درتوش في الليل باش نوريكم انا صراحه انا كنعس به كنخليه الليل كله الغد لي كنوصل عادي آه رجعت لكم البنات بعد ما خليته ينشف مزيان نتوما كتشوفوا كنحس بوجهي مجبد مزيان والوجه كيلمع شفتو كي ملي كتمسو كتحسي بالبشره ديالك مشدوده بزاف كيف قلت انا عاده ان كنخلي صراحه للكل دابا كندير فوطه في الزكته وكندير فيها شويه الماء وكنمسح بشويه ما كنجرش غير بشويه الوجه لان الوجه خاصنا نتعاملوا معاه بلطف كي على الطريقه البنات كنمسحو مزيان العنق أه تا هو دائما ما نساوش طبعا أه تحت العين راه كيحيد داك الانتفاخ وكيحيد حتى السواد مع المده غير الواحد يداوم يعني هذه كريم ما فيها حتى حاجه كاع المكونات عندكم في البيت ونسيت ما قلت لكمش من تسالي وغديروه في واحد العلبه ولا واحد الحاجه ل... 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 العلبه يعني باش تبقاو محافظين عليه بها وديروه في الثلاجه ومن الليل الليل ديروه لوجهكم وخليوه الليل كله وان شاء الله غتجيكم النتيجه غزاله راه في الحقيقه هذا الا تبعتوه راه يعطيكم نتيجه ممتازه المهم على هاد الطريقه كتشوفوا مني مني مسحته مزيان كنعاود نرش بالماء تاع شويه الماء تاع الورد ما بقيتش كنكثر منه لان كيف قلت لكم قبيله كينشف ليا وجهي غير بشويه درتو وانا في الحقيقه كندير واحد لوسيو عندي الا بغيتيني نهضر لكم عليها كنجيبها من واحد السيت كوري روعه روعه هذه غزاله غزاله في الحقيقه غزاله هذه ما كتختانيش كيف ما كتسالي كنرجع نجيبها هي واحد الكريم تاهي من من كوريا كنكومونديهم من واحد السيت الا بغيتي وقولوا لي انا نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف الا بغيتوهم طبعا المهم هذا كنبقى نستعملو هكا صافي تا كيتشرب ليا الوجه ديالي بيه وصافي ما كندير لا كريم دابا لا والو من بعد المهم البنات نتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم استفدتوا من شي حاجه جديده واي وحده استعملاتو تقول لي واش كي جاها واش مزيان ولا لا المهم ان شاء الله راه غتشوفوا عليه نتيجه ممتازه كيف قلت لكم هذا اللي شاط ما ترميوش ديروه في الثلاجه وبداو تستعملوه كل نهار من الليل الليل راه في الحقيقه رائعه المهم نقول لكم ان شاء الله تستافدوا منه وما تنساوش ديروا اللايك والتعليق ونقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه